حدثنا أن الحدث اللي باش يتم الأسبوع القادم اللي هو يجمع على مستوى القمة القيادة اليابانية والقيادات الإفريقية من أجل بحث سبل التنمية والاستثمار والصحة بين اليابان وهالبلدان في مؤتمر اسمه تيكاد 8. هذا المؤتمر باش يتم في تونس. تكلمنا وتحدثنا أنه يلزم كل المشاركين يكونوا جاهزين، خاصة أنه هالقمة هذه تجي بعد جائحة كورونا وبعد متغيرات في العالم أحدثتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهي السلة التي يتغذى منها العالم، وكذلك البئر التي يمكن أن يأخذ العالم منها الطاقة. لكن اليوم نحب نأكد على نقطة واحدة وزاوية أخرى. شنية السبل والأفاق المتاحة أمام تونس من هذا اللقاء؟ طيب كيف نقول قمة يابانية إفريقية في تونس، باش نقول تونس بربيش عندنا ما نحضره، احنا فقراء، احنا نطلبه، احنا اقتصادنا متدهور، احنا التنمية نمو عندنا معناها زائد صفر. المهم احنا ما ناش نتكلموا على الأمر هذا. تونس عندها حاجات أخرى لو يحطوها أمام طاولة المفاوضات وفوق طاولة المفاوضات، صدقوني أن تونس باش تربح. بين إفريقيا واليابان برور وبحور كما تعرفوا، ولكن اليابان ككل القوى العالمية المصنعة وما بعد المصنعة بالتأكيد ما هيش تنتج وتطور اقتصادها وتجارتها باش تستعملها في سوقها الداخلي ولا سوقها الإقليمي. اقتصاد السوق دائما يتطلب ويريد ويفرض على البلاد الكبيرة أنها تخلق أسواق جديدة مهما بعدت، وتحب تلقى أيسر الطرق من أجل أنها توصل السلع متاحة وتتعاون وتتجادل مع هيك الدول. ويحدث أن إفريقيا القارة هي سوق مترامية وجغرافيا مهمة في الاقتصاد العالمي، وخاصة الآن بعد الحرب اللي قلت لكم عليها أصبحت إفريقيا وما نبعها للنفط والخيرات اللي عندها أصبحت اليوم ضرورة حتمية لكل الاقتصاديات في العالم ومنبع لخيرات وثروات. وكذلك إفريقيا هي تغري البلدان الكبرى والقوى الكبرى الاستعمارية وغير الاستعمارية. إفريقيا اليوم مطلوب ودها، وتونس إنعم تونس مغرية أكثر من إفريقيا. كيفاش؟ راهو اليابان اللي بعيدة برشا علينا كما تعرفوا، حطوا الخريطة وتشوفوها، ما عندهاش أي سهولة باش تدخل الإفريقيا بحرا وبرا إلا عن طريق تونس، لأنه كل قوة من الشرق جاية باش تلقى على رأس إفريقيا بلاد اسمها تونس. كما تونس تسمح لكل شاردة ولا واردة سواء ماشية لإفريقيا بالبحر دبا دبا وإلا نحو الجنوب بالبحر، ولا تحب الماء الماء وإلا البر البر، إلا وتمر على تونس وجغرافية تونس. شوفوا قديش عندها تونس أهمية. واللي جاي من نفس الشرق راهو يمشي لأوروبا ويكون عين على تونس، عينه على تونس ولا يمكن أن يتخلى على تونس. هذا مجال من المجالات، وهناك مجالات كبيرة ومتنوعة. إن شاء الله تكون تونس جاهزة من حيث جهوزية المفاوضين اللي هما يلزمهم يحطوا في ملفاتهم هالأمور هذية انطلاقا من اورينتاسيون، من اتجاه الحكومة والرئاسة، واللي يضربوا على دوسياتنا التونسية من حيث التنافسية اللي هي عالية والمصلحة تونس. أمريكا في ديسمبر راهو تنظم قمة مماثلة في واشنطن بالدول الإفريقية كيف ما اليابان. قلت لكم راهو إفريقيا ودها مخطوب. اليوم اليابان اللي باش تطرحوا شيء، واللي باش يقع مع أمريكا شيء آخر. خليكم ما كالتوانسة اللي قاعدين يقولوا هاو رئيس الجمهورية باش تعيط له أمريكا باش تنجم تتحكم فيه وإلا تنجم تنبه عليه. غالطين في العنوان. أمريكا اليوم في أشد الحاجة إلى إفريقيا، أوروبا في أشد الحاجة إلى إفريقيا، وكذلك اليابان في أشد الحاجة لإفريقيا. علاش؟ على خاطر فما زعيمة اليوم في الاقتصاد هي الصين، اللي بدأت عندها 20 سنة
تعمل في القمم هذه واللقاءات هذه مع إفريقيا وهي موجودة على الميدان، وهذا مجال تنافسي إذا تونس ما تستفادش منه ونحقروا برواحنا ونقولوا احنا رانا ما نجموش ونبثوا أكل موجات السلبية في كل مفاوض تونسي وفي كل شاب تونسي وفي كل سياسي تونسي، فإن رانا على مراد الله ماناش باش نوصلوا لحاجة. ولكن أنا نقول اللي عندي الثقة في التوانسة، وأحنا الإعلام يلزمنا هذا الموضوع ليلا نهارا نبرزوا شنو اللي عندنا احنا توانسة نجم نقدمه والنجم نتنافسوا به مع الدول الأخرى الجارة منها والبعيدة كذلك.